بي قلم ورقة، أقعد أفكر جيدا، أفكر أكو أفكار سلبية أكتبها موجودة فيي أنا، أكو شغلات بي موجودة وما راح أعلنها للناس. مثلا أنا أحقد على الناس، أنا عندي حالة الحسد، أنا عندي حالة أتدخل في شؤون الناس، أدور على ثغرات الناس. إيش كثر أكو أمراض نفسية فينا؟ الإنسان يكون جريء. أنا إنسان سمعت معلومة عن فلان أو فلانة، وليش أتكلم فيها أمام الآخرين؟ ليش أفضح قدام الناس؟ ليش أنشر عيوب الناس؟ ما أخاف كما تدين تدان؟ ما تخاف من ردة فعل رب العالمين؟ الرواية عن رسول الله يقول من قال في الناس شيئا هو موجود، الله يطلع على شغلات مو موجودة يحكون فيه. أنت شو دخلك بالناس؟ أنت شنو علاقتك بهذا وبذاك؟ بتعمي ولا بتعمك؟ هذا قريبتنا، هذا الشيء أنت شكو فيه. لذلك الإنسان يجلس بورطة يكتب السلبيات وورطة يكتب الإيجابيات، ثم يمزق السلبيات، يحاول يعالج نفسه. بيوم ما يتعالج، انتبهوا، ترى لا تصورون أن الإنسان بيوم واحد يقدر يعالج نفسه، لا، ما يقدر يعالج نفسه بيوم واحد، نحتاج وقت، نحتاج شلون ما بنينا هذا البناء، القناعات الخاطئة اللي كبرنا عليه. شايف بعض الشباب يقول أنا أفكر هكذا، عجبك عجبك، شنو عجبك عجبك، ما عجبك ما عجبك، هذا الإنسان فاشل، ما ينجح في حياته أبداً. تعال ابدأ اطلع على أفكار الآخرين، واجعل مساحة حرة في حياتك، وانظر إلى الآراء، وقلب في الآراء، وحاول تفكر، اطلع من الصنمية الفكرية. انتبهوا جيداً، لا نريد صنمية فكرية، أنا مع هالجماعة للموت. شنو هذا إمام معصوم؟ شنو هذا إمام زمانك؟ شنو هذا صاحب الزمان؟ شنو انت مع في ركب الإمام للموت وياه؟ منو هذا الإنسان؟ عندنا صنمية أفكار، وعندنا صنمية أشخاص، نعبد الصور ونكبر الصور ونمشي وراء الصور، هذا قمة التخلف. إذا أردت أن تقدس فقدس إمامك المهدي وبس. احترم الباقين، الباقين احترمهم، ولكن القدسية لصاحب الأمر والزمان فقط. كل الآخرين، أي جماعة، أي كذا، احترم، أي خالف، ولكن هذا مو معصوم، قد يخطأ أيضا. ابني قناعاتك على الشيء الصح، تعلم من الماضي، لا تقفل على فكرة معينة. إذا طلعنا من صنمية الأفكار والأشخاص حياتنا راح تصير بخير، ولكن إذا قلت هذا وبس ما أقبل غيره بعد، خلاص أنت منتهي أمرك. ولكن اجعل القدسية المطلقة لإمام زمانك وبس، بقي احترمهم. هذا عنده عقل احترمه، هذا عنده جهد علمي احترمه، هذا دكتور احترمه، هذا عالم احترمه، ولكن أنت الآخرين أقضي على مساحة الآخرين، هذا لا، ممنوع. هذا الأمر راح يدمر حياتنا، واللي مدمرنا هو هذا الشيء. لما الإنسان يكون عنده عقل ضيق، انفتح على الآخر، اسمع كلام المعصوم، اقرأوا روايات أهل البيت عليهم السلام. مشكلتنا من عندنا يقرأ الآن روايات أهل البيت؟ من يعلم ويعرف الآن مسؤوليتنا في عصر الغيبة الكبرى؟ ما هي مسؤوليتنا؟ سؤال، بس سؤال، ما هي مسؤوليتنا؟ أنا أبين؟ لا، أنا منو؟ فلان عالم؟ لا، فلان عالم شغله هذا، شغل منو؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول في عصر غيبة حجة الله، ما هي وظيفتنا؟ ما هي مسؤوليتنا؟ أصلا شنو علاقتنا بالإمام؟ إحنا اليوم أنا أحب أمي وأبي وأخي وأهلي والمقربين إلي أكثر من الإمام المهدي. أصلا المهدي نعترف الشيء بعيد، مو يمنا إحنا، ولا نفكر بالإمام، ولا عندنا ارتباط بالإمام، ولا عندنا توجه للإمام، ولا عندنا معرفة بالإمام. صح الكلام ولا لا؟ أنا محاضرات في مختلف الأماكن أتكلم عن الإمام المهدي، يطالعني كأنه أتكلم عن المريخ، مو يم الإمام. شلون يظهر الإمام؟ شلون يظهر إذا ما في قاعدة للإمام؟ إذا ما في ناس يعرفون الإمام؟ هذه المعرفة، إحنا قضية الإمام الحسين ما أخذين جانب المأساة بس، ولكن ما قرأناه صح. ما شفنا الإمام طلع من مكة والمدينة وياه 1400 واحد، إن استشهدوا بالضبط 172، 1200 واحد وين راحوا؟ ما سألتوا، ما قريتوا،
ما بحثتوا؟ ما كانوا هذول المواني؟ شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ ما في معرفة. من مات ولم يعرف إمام زمانه؟ هذا كلكم حاطين أحرام تشملنا هذه الطاعة. سؤال، قرأتم كتاب في حق الإمام؟ قرأتم مثلا كتاب يوم الخلاص لكامل سليمان؟ الإمام المهدي رضوه صدقوا الإمام المهدي أهم من أمكم وأبوكم، أهم من أخوكم من زوجكم أولادكم، أهم من جامعتك وجامعتك، وأهم من شهادتك ومن الدكتوراه ومن الماستر. بعد الله في عالم الوجود أهم شيء هو الإمام المهدي. وين؟ وين في حياتنا؟ وين الإمام المهدي؟ ما موجود. لذلك نحن مساكين، مساكين. الإمام يقول إنا غير مؤمنين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. هو الإمام مناسينا، هو الإمام يسأل علينا. أنت احزنت يحزن معاك، أنت فرحت يفرح معاك. إذا ترتكب معصية الإمام يحرج مع الله، هو الإمام يستغفر لك. ابن آدم أنت جاي اليوم مع السلامة، روح كل هالهيبة والكركب كلها تروح، كل هاي شخصية اعتبارية. اليوم انتوا الان باي مرحلة؟ مو اربع مراحل؟ مع السلامة. قبلكم شكر ناس اجوا طلبة يعني على هذا المكان، راحوا وانتم تروحون الى حياتكم، بس الامام المهدي راح تنسوه. واذا نسينا الامام هو البلاء والدمار عليه. اقرأوا كتاب يوم ارجوكم، ولو انا كتبت كتاب الامام المهدي، مهدويون مرابطون في عصر الانتظار 560 صفحة. اقرأوا كتب الإمام، اعرف ماذا يريد منك الإمام المهدي. شنو مسؤوليتك؟ أنت بالكلية، مو معناته تنسى الإمام. أنت بالبيت، مو معناته تنسى الإمام. لما تسافر، مو معناته تنسى الإمام. لما بالأعراس، مو ننسى الإمام. في حياتنا، في أكلنا، في نومنا، في كل وجودنا. السلام عليك حين تقرأ. السلام عليك حين تقرأ وتبين. تركع وتسجد في كل حالاته. هذا الوعي ما موجود، قضية الإمام موجودة. لذلك أختصر الكلام، النجاح موجود عندكم جميعا، ولكن يحتاج إلى خارطة الطريق. ابني حياتك بنفسك، ابتعد عن السلبيين وكن قريبا من الإيجابيين. خطط لحياتك. إن احتاج التخطيط إلى تغيير في بعض مساراته، غير في بعض المسارات. ان الله اعطاك ارادة جبارة، اعطى عملاقا في واقعك، تتمكن عبر هذا العملاق ان تصنع نفسك، ان تصنع حياتك. لا مجال للاحباط، الفشل طبيعي، الاحباط طبيعي، النفسية التعبانة طبيعي. ارتبطوا بالله وامام زمانكم. كل الاحباط، كل المشاكل، كل الحالة السلبية الموجودة فينا نقدر نعالجه. إذن أنا أثق بنفسي لأني أثق بالله. قوموا إيمانكم بالله تبارك وتعالى، ارتبطوا بالله وابدأوا من جديد. لكم قوة قاهرة، أعيدوا الثقة إلى أنفسكم. تجدون وإذا مارستم هذا الواقع الحقيقي في حياتكم، راح تشوفون كثير من أفكاركم خاطئة، كثير من خطواتكم غير صحيحة. تحتاجون إلى أبديت حقيقي في حياتكم. الأبديت هو عنوان مهم للنجاح، حتى أقدر أغير نفسي وأغير قناعاتي وأغير أفكاري.